مستمعي الكرام، هنا في المدينة المنورة أطلقت أمانة منطقة المدينة المنورة 3 مبادرات لدعم مرضى السرطان في المنطقة. أبرز هذه المبادرات تخصيص عدد من الأراضي لدعم برنامج الكشف المبكر الذي تقوم به الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان بالمدينة. طبعا خصصت أرض لإنشاء أكبر مركز للكشف المبكر عن أمراض السرطان، وسيكون هذا المركز أكبر مركز في المملكة. للحديث عن هذا المركز وعن الجمعية وجهودها في هذا المجال معنا على الهواء مباشرة الدكتور أحمد بن عبيد حماد، مدير الجمعية السعودية لمكافحة السرطان بالمدينة المنورة، منسق برنامج المدن الصحية بالمدينة المنورة التابع لمنظمة الصحة العالمية. أسعد الله مساك دكتور أحمد. حياكم الله والسادة المستمعين. أهلا وسهلا. أهلا. طبعا مبادرة جميلة لدعم مرضى السرطان في المدينة المنورة أطلقتها أمانة المدينة المنورة. لا تنعطي في البدء يعني تعريف بهذه المبادرات للسادة المستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من باب المسؤولية الاجتماعية وحرص ولاة الأمر لدينا والمسؤولين في مشاركة المرضى، قام معالي أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد طاهر ووفد مرافق من الأمانة لزيارة قسم الأورام بمستشفى النساء والولادة يوم الأربعاء. تخلل الزيارة زيارة المرضى الأطفال المصابين بمرض السرطان والسلام عليهم وتقديم الهدايا لهم والدعم النفسي لأسرهم. ولله الحمد في ساعتها أطلق معالي الأمين 3 مبادرات، كان من أولها إنشاء حديقة لأطفال السرطان يقوموا فيها بالترفيه ويعني التنزه في أثناء تلقي العلاج. سوف تكون بإذن الله في وسط المستشفى بالتنسيق مع أمانة المدينة، والأمانة تكفلت بالكامل بإقامة هذه الحديقة في وسط مستشفى النساء والولادة. نعم طال عمرك. الأمر الآخر ولله الحمد الآن نحن تم إطلاع معالي أمين المدينة على مخططات لإنشاء ثاني مركز اكتشاف مبكر في المدينة، ويعتبر إن شاء الله الأكبر على مستوى المملكة، سوف يقام في المدينة. وعد معالي الأمين الدعم الكامل في قضية السرعة، في قضية استلام الأراضي، في سرعة استخراج التصاريح، وأيضا أعطانا دافع وداعم في برنامج المدن الصحية في إنشاء مراكز للإنذار المبكر للأمراض. نحن لدينا بالتنسيق مع في برنامج المدن الصحية بالتنسيق مع الجمعيات المختصة، الجمعية السعودية للسكري، الجمعية السعودية للقلب، سوف ننشئ مراكز خيرية للكشف المبكر والتقييم المبكر عن هذه الأمراض. وعد الدعم الكامل لهذا البرنامج، وسوف يتم منح أراضي فيما يخص قضايا الكشف المبكر. المبادرة يعني وهذه تعتبر حقيقة يعني لفتة كريمة وكبيرة من أمانة المدينة المنورة في هذا المجال. جميل. وحقيقة يعني معالي الأمين والوفد المرافق يعني حقيقة كان لهم يعني لمسة حانية على المرضى، ولله الحمد نجحنا في قضية إنه رسم الابتسامة على أطفال السرطان. دكتور، طبعا أنت ذكرت الآن الأمانة يعني خصصت مساحة وهي مساحة كبيرة لإنشاء هذا المركز، والذي ذكرت أنه سيكون أكبر مركز للكشف المبكر عن أمراض السرطان في المملكة. الأرض موجودة، لكن المباني، الأجهزة، هل هناك يعني جهات أيضا متكفلة بإنشاء المركز؟ ولله الحمد أتانا أحد المحسنين وتبرع بالكامل لإنشاء المركز من ناحية الإنشاءات. جميل. ونحن على تواصل إن شاء الله الآن مع التجار في قضية التنسيق في قضية توريد الأجهزة وتأمينها إن شاء الله بالكامل. وسوف نشرف في المدينة المنورة أن نقدم نموذج حضاري مميز بمواصفات عالمية في مكافحة الأمراض من خلال الاكتشاف والتقييم المبكر للأمراض. جميل. دعم كبير من الأمانة، أمانة المدينة لكم في الجمعية، يعني كيف يعني تثمنون هذا الدعم؟ حقيقة التوجيهات اللي صدرت من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس اللجنة العليا لبرنامج المدن الصحية، لكل القطاعات الحكومية بالدعم الكامل فيما يخص قضية الأنظمة الوقاية ضد الأمراض. حقيقة الدعم اللامحدود اللي وجدناه من الأمانة بحرص يعني من مسؤوليها أو على رأسهم معالي أمين المدينة الدكتور خالد طاهر يدل على اهتمام الكبير ببرنامج المدن الصحية
وكيف سوف إن شاء الله تكون المدينة في مصاف المدن العالمية في قضية الوقاية ومكافحة الأمراض. يعني نطمح إن شاء الله من خلال هذه المبادرات أن تفتح آفاق مميزة وشراكات متميزة مع جهات خارجية أخرى تدخل من ضمن منظومة المدن الصحية في جمعيات متخصصة لمكافحة هذه الأمراض من خلال الوقاية والاكتشاف المبكر. وحقيقة أنا أرفع باسمي باسم الأخوة في البرنامج الشكر الجزيل لصاحب السمو الملك الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة. وحقيقة أيضا لا يسعني كمان أني أشكر معالي أمين المدينة المنورة على هذه المبادرة يعني وله جزيل الشكر. جميل. أين تم تحديد موقع الأرض التي قدمتها الأمانة دكتور؟ نحن نتكلم في المنطقة جهة المنطقة يسموها عالية في المدينة. جميل. وهي سوف تكون يعني سوف تعمل جنبا إلى جنب مع مركز طيبة للكشف المبكر. فتنقسم المدينة تقسم من الناحية الجغرافية إلى قسمين، قسم يعني يخدم مركز طيبة والقسم الآخر يخدم هذا المركز. وسوف يعني إن شاء الله نعمل الآن جاهدين على سرعة استخراج التصاريح من ثم البدء في المشروع وتدشينه إن شاء الله من خلال سمو أمير منطقة المدينة المنورة. إذا سألتكم دكتور أحمد وأنت مدير الجمعية السعودية لمكافحة السرطان بالمدينة المنورة عن نسبة الإصابة بهذا المرض كفانا الله الشر هذا المرض والمستمعين الكرام، يعني هل هي نسب يعني عالية خاصة في الأطفال أم هي نسب محدودة؟ لا ولله الحمد يعني يمكن أكثر ما يعني تكون النسب مرتفعة عند أخواتنا يعني وأمهاتنا وأخواتنا من النساء. يمثل سرطان الثدي حوالي 25% من إجمالي السرطانات، نحن بنركز عليه بشكل كبير الفضل لله. يعني في إحصائياتنا في مركز طيب الكشف المبكر زارنا أشكل من 29,000 زائر ولله الحمد، تم اكتشاف 186 حالة اكتشاف مبكر ولله الحمد، تم متابعتهم لمراكز العلاج وغالبية 95% بإذن الله شفاء كامل تام ولله الحمد. اكتشاف المرض مبكر معناه العلاج بنسبة 95%. ويعني كثير من الناس اللي حتى اكتشفوا المرض أصبحوا يعني منتسبين عضوات عندنا يعني يشاركونا في قضية التوعية والتثقيف ضد المرض السرطان. نعم وهذا عن دوركم. للأطفال تفضل. نعم تفضل. بالنسبة للأطفال الأعداد ولله الحمد بسيطة، هناك في مبادرة يعني إن شاء الله يعني ما رح نستعرج إليها ولكن سوف تطلق من خلال سمو أمير منطقة المدينة المنورة في إنشاء بإذن الله عما قريب مستشفى خيري لعلاج أطفال السرطان. جميل. وهو يعتبر الأول في المملكة وإن شاء الله الآن على مقربة من استخراج التصاريح وإطلاق المبادرة من سموه الكريم حيث يمثل سمو الأمير هو رئيس الجمعية جمعية المدينة المنورة لرعاية مرضى السرطان. جهود مبارك وموفق إن شاء الله. لكن إذا سألتكم دكتور عن دوركم، أنتم دائما يقال أن الوقاية يعني خير من العلاج، يعني عن دوركم وحملاتكم التوعوية للوقاية مثل هذه الأمراض. طبعا التركيز كل التركيز، الأنظمة العالمية تتكلم وتركز على قضية الوقاية، لدينا صف كامل، لدينا تنسيق كامل مع مراكز الرعاية الصحية الأولية، إدارة التعليم، كل هذه المناشط، جامعة الطيبة، حقيقة كل الجهات يعني حقيقة عندها وعي كامل بأهمية التثقيف الصحي وأهميته في مكافحة هذا المرض. ولله الحمد نحن نعتقد أنه نحن نجحنا وطلعنا أفضل مثال في قضايا التوعية والاستجابة كبيرة جدا من أهالي منطقة المدينة، ونطمح نقل هذه التجربة بالكامل لكل مدن المملكة لتعم الفائدة ونكافح السرطان بإذن الله من خلال الوقاية والاكتشاف المبكر. وليس السرطان فقط، نحن الآن نعمل في برنامج المدن الصحية على إنشاء مراكز مماثلة للقلب لتقييم مبكر لأمراض القلب للسكري، فالاكتشاف المبكر هو الحل الأمثل لغالبية الأمراض المزمنة. إن شاء الله سوف بإذن الله سوف يعني نصنع هذا الكلام بتوفيق من الله عز وجل أولا وأخيرا، ثم بجهود رجال أهل المدينة وتفاعلهم إن شاء الله سوف نصنع هذا المثال لتعم الفائدة على إن شاء الله على أرجاء ساكنين المدينة، ومن ثم نقدم مثال يحتذى به على مستوى جميع مدن المملكة. نعم. أختم معك بهذا السؤال دكتور أحمد بن عبيد حماد، عن أنت منسق برنامج المدن الصحية بالمدينة المنورة وبرنامج تابع لمنظمة الصحة العالمية، ماذا عن هذا البرنامج؟ ماذا عن ما يخص المدينة المنورة؟ نحن ولله الحمد السنة الماضية كان عندنا النشاط الرئيسي هو النشاط البدني، وتم عمل
فعاليات من خلال جامعة الطيبة وكثير من القطاعات الحكومية في قضية ممارسة النشاط البدني وتحفيز القطاعات الحكومية والعاملين فيها والمجتمع من خلال اللوحات والدعايات مع أمانة المدينة. نجحنا ولله الحمد في رسم خطة اللي هو الأساس فيما يخص الوقاية من الأمراض فيما يخص قضية النشاط البدني والحل الوحيد لمكافحة كثير من الأمراض. نحن إن شاء الله هذه السنة الآن على مقربة من اعتماد برنامج هو الإصحاح البيئي، سوف نحاول إشراك المجتمع بالكامل في قضية النظافة، فكل له دور فيما يخص قضية إنه عدم رمي المخلفات من 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 المركبة في الشارع، نظافة الشارع، نظافة الأحياء، القطاعات الحكومية. يعني سوف نشارك المجتمع كله بالكامل فيما يخص الإصحاح البيئي. تميزنا في برنامج المدن الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية إنه استجلاب الجمعيات الصحية. لدينا الآن ولله الحمد 3 جمعيات صحية، نستهدف في كل سنة 3 جمعيات صحية يعني استقطابها للمدينة المنورة. استطعنا استجلاب جمعية السعودية للقلب، جمعية السعودية للسكر، جمعية التوعية الصحية، ولله الحمد كمان فيما سبق كان مكتب جمعية زهرة لسرطان الثدي، مكتب سند لسرطان الأطفال، وقبلها ولله الحمد طبعا كانت جمعية السعودية لمكافحة السرطان والإنجازات اللي تحققت. نحن نستهدف في السنوات القادمة كثير من الجمعيات، الضغط، جمعية هشاشة العظام، كثير من الجمعيات الصحية سوف نستقطبها إلى المدينة وتكون جنبا إلى جنب للبرنامج لنشر قضايا التوعية والتثقيف، حيث لدينا قناعة أن المجتمع ومشاكله لا يحل إلا المجتمع نفسه من خلال عمل مؤسسي منظم مثل الجمعيات الصحية الخيرية. نعم، ويبدو أيضا من حديثكم أن عمل كبير وجهد كبير أيضا ينتظركم من خلال هذا العمل. أنا شكر لكم دكتور أحمد بن عبيد حماد، مدير الجمعية السعودية لمكافحة السرطان بالمدينة المنورة، منسق برنامج المدن الصحية بالمدينة المنورة التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وهذا الحديث عن مبادرات التي أطلقتها أمانة المدينة المنورة لأيضا إنشاء أكبر مركز للكشف المبكر عن أمراض السرطان في المملكة في المدينة المنورة. شكرا لكم دكتور أحمد. شكرا لكم أستاذ المستمعين. الله أكبر يا مدينة أحمدي، الله أكبر يا مدينة أحمدي، إني بك طول عمري لفخور، إني بك طول عمري لفخور، شوقي إلى بلد الرسول كبير، شوقي إلى بلد الرسول.